الحب وسنينه زي ما بنقول ومشاكله، طول الوقت عندنا مشاكل مع الحب. يا إما بتحب حد ما بيحبكش، أو بتحب حد زيادة عن اللزوم، أو بتحب حد ومش عارف تعبر له، أو بتحب حد وفي نفس الوقت مش قادر تقدم على خطوة الارتباط بيه. دايما في إن الإن دي بقى هي اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، ده غير ان احنا كمان هنتكلم عن مشاكل حديثي الزواج وسنة اولى زواج والمشاكل اللي دايما بتيجي فيها. منورني في الاستوديو دكتور مدحت عبد الهادي، استشاري العلاقات الزوجية. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير. اهلا، منورني يا فندم. اشكرك، كتر خيرك. ازاي اتخلص من علاقة حب فاشلة؟ ده السؤال اللي كل الستات عايز تسأله. هو مفيش علاقة فاشلة، هو في ناس فاشلين، عشان يبقى التعبير دقيق يعني. لكن هو الحب كمعنى حاجة جميلة جدا، لما يتفهم صح ويتعرف أدواته أكيد عمر ما يعني عمر الكينونة بتاعته ما هتفشل. يعني احنا اللي بنفشل قطعة الزجاج دي، قطعة زجاج احنا ممكن نصيغها بشكل جمالي وممكن نخليها بشكل قبيح، الفاعل نفسه. فأعتقد ان هي البنات والولاد عايزين يفهموا يعني ايه حب، عايزين يتعلموا يعني ايه حب، عايزين يتعلموا يعني ايه بذل عطاء. البنات والولاد والستات طبعًا. والرجاله طبعا، ما هو لغايه الستين والله لسه بيتعلموا يعني ايه حب يا دكتور. بالظبط، فهي ما فيش حاجه اسمها علاقه حب فاشله، لكن نقدر نقول ان في اتنين ما قدروش يفهموا، فما قدروش يحافظوا، فما قدروش يستمروا. هو عموما الحب هنا بيبدا دايما، عشان نفهم بناتنا واولادنا، بيبدا باعجاب، ممكن يكون اعجاب حتى خارجي، شكل، طريقه كلام، حتى حيثية، ممكن وظيفته، كينونته، كاركتره كده، أو كاركترها يعني. فيبدأ ينشد أو ينجذب للكائن ده أو للشخص ده، وبعدين يبدأ يترقب منه أي حاجة، أي عطاء بقى. عطاء ده ممكن يكون اهتمام، كلمة حلوة، اللي هو بيحسسها إن هو شايل مسؤوليتها، إنه خايف عليها، ومش بغرض حاجة. فتبدأ البنت تتعلق بالإيه؟ بالعطاء اللطيف ده. فتبدا هي بقى تكون عندها حلم، عندها حلم الارتباط. يعني حتى قبل الهوا كنا بنتكلم مع بعض الزملاء، فبقول لها انت عايزه تعرفي علاقه حب ليه؟ عشان تحبي بس؟ قالت لا. قلت لها عشان تعملي ايه؟ قلت عشان اتجوز. قلت لها طب ليه ما بتقوليش انا عايزه اتجوز؟ ليه بتقولي انا عايزه احب؟ فسكتت شويه كده، قالت لي اه طب ما صح، بس يعني ايه رايك بقى ما نخلي الاثنين مع بعض، عايزه اتجوز واحد اكون حبيته. قلت لها حلو قوي، يبقى الحب هنا بغرض ايه؟ الزواج. ايوه، يبقى البنت النهارده ما بتجيش تقول انا عايزه اعيش قصه حب، لا انا عايز اتجوز واعيش قصه حب. هنا الولد يعني الحب مش مرتبط بالزواج؟ احنا مجتمعنا ما بيسمحش غير بان الحب يجي مع الجواز، وفي ناس تانية بقى متزمتين شويه يقول لك بعد الجواز. زي زمان ما كنا نسمع اتجوزي وبعدين تحب، لما تتجوزي هتحبي جوزك. الكلام ده صحيح، بس مشروط بايه؟ مشروط بالعطاء. نوع العطاء ايه؟ لو حبني يعني ايه؟ اهتم بيا، ما اذانيش بكلمه، ما اذانيش بدنيا عن طريق بعض الناس اللي ممكن تمد ايديها، ما كانش بخيل في مشاعره، ما كانش بخيل في فلوسه عليا. تفتكر ده مش عطاء جيد احبه عشانه؟ طب ساعات بتكون كل المواصفات الجيده موجوده في العلاقه وفي الشريكين، بس ما يبقاش في كيمستري، اللي احنا بنسميها الكيمستري دي. دي بنسميها السبارك يعني، او الشراره يعني، اللي هي سبحان الله يعني، ما هو سبحان مقلب القلوب. ما في مقوله زمان كده، قصه لطيفه جدا لاتينيه من العصر اللاتيني يعني. كان يقول لك ان كان في اله، وهذا الاله كان بيمثل البشر زي الفواكه كده، زي نوع الفاكهه. فجه اللي هو الاله الثاني الشرير، تعرف اللي هم الرومانيين عندهم الهه كثيره يعني. فجه راح جايب السيف وقطع الايه الفواكه دي، فانتصرت في الارض كلها. ومن ساعتها وكل نص بيدور على النص بتاعه. يعني ممكن النهارده تلاقي واحده نص بطيخه اتجوزت نص مشمشايه، ويبقى دي جوازه؟ ما ينفعش. هي بتدور على النص بتاعها، نص البرتقانيه، تدور على نص التفاحيه، ما ينفعش برضه. فهنا بقى بختك ابو بخيت بقى، لما بتلاقي النص التاني بتاعك هو ده بقى اللي انت بتقولي عليه، القشعريره اللي بتيجي، الاحساس الدافي اللي هو بيقول ده نص التاني. ده ما يجيش بالتمرين؟ ده بيجي صعب قوي، عايز عطاء مستمر. وعايز اتنين فاهمين قوي يعني ايه ان انا لما ادي هاخد. اصل برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتقابلني كل يوم في المركز عندي، ان هو ما بيعملش. اقول له طب اوكي سمعت منك، تعالي اسمع منه. يقول نفس الكلام، هي ما بتعملش بس حاجات تانيه.
اقول ما كل واحد من زاويته شايف التاني مقصر. فهنا ده مبرر ليه ان هو حبه يقل او هبطل احبك. وبالتالي احنا مش قادرين نفهم ان الحب سيتواجد لو كل واحد ابتدى. هي دي النقطه، مين هيبتدي يدي؟ فانا اديت حاجه يعني مثلا انا احسنت اليك بكلمه حلوه، تفتكر هتيجي تقولي من ورايا في ظهري كلمه وحشه؟ ليه الناس السعداء في حياتهم الزوجيه ممكن يخونوا؟ الرجاله اكثر خيانه للعلاقه الزوجيه من المراه، لان دي خلقه وقدره يعني. ايوه انا اقصد الرجاله بس مش عايزه اضايقهم. ما هو برضو عشان ما نبقاش يعني لازم نبقى يعني زي ما بيقولوا عادلين، ما هو الراجل ما بيخون مع امراه. ماشي بس يعني ليه يبقى خلينا نقول رجل في علاقه ناجحه في زيجه ناجحه الزوجه سعيده ومع ذلك هو بيخون ليه؟ طب هنتفق على نوع الخيانه يعني هنسمي مسمى الخيانه؟ ماشي نتفق. يعني مثلا دلوقتي ممكن واحده تقول لك ايه لو لقيته بيكلم زميله قديمه بالواتساب يبقى ده خيانه. وفي حد تاني تقول لي ظبطته وهو بيقول لها صباح الفل يا مش عارف ايه نهارك زي الفل او كذا. ايه بالظبط الخيانه؟ هل دي خيانه ولا خيانه معناها الزنق ولا خيانه اللي هو راح اتجوز عليها من وراها؟ يعني ايه بالظبط؟ ما عشان برضو ما نعممش. الخيانه بوجهه نظري انا اللي هو الزنا ده خيانه. طب واللي قبل كده ما بيعتبرش خيانه؟ احتياج الرجل لاهتمام امراه اخرى غير زوجته. خلينا نعتبرها منبه. ما هو يعني لو جت على كلمه يا ستي ما خلاص ما تخليه يمسكها فوزيه يعني كان الله يرحمه كان يقول لها خليه يمسكها يعني ما جتش على مسكه الايد يعني ما جتش ما طبعا مش مسكه ايد بس ما جتش ان هو يعني اذا اراد ان هو يفصح ما بداخله ويدلع مثلا شويه فلقى ان في البيت ما بيحصلش ده وغالبا بيبقى ميس اندرستاندنج بيبقى سوء فهم منه هو الزوج يطلع منها كل ده بس هو ما عرفش يطلعه او هما الاثنين ما عرفوش الميكانيزم او الكيمياء بتاعت بعض فيعتقد ان هو زميلته القديمه او هو او هي زميلها القديمه لما تتجاوز معاه في الكلام او هو يتجاوز معاه في الكلام هيشبع ده عنده فانا النهارده باجي اقول اقل الضررين ايه؟ هل الضرر الواقع ايه؟ ان هو سرح شط شويه كده بس ما جيش بقى اقلب الدنيا وابوظ البيت وابوظ الحياه الاسريه ديت عشان حاجه ممكن اجيبه واحتويه واقول ده كان جرس انذار ليا ان هو محتاج من النوعيه دي محتاج العطاء ده محتاج الدلع ده محتاج ان انا ما اقفلوش على الواحده محتاج ان انا شويه اتغاضى عن اخطائه يعني اما انا كمان عندي اخطاء ساعات بقول ده ينفع يبقى منبه يبقى جرس انذار بس ده لو حصل من الست مش هيبقى جرس انذار تاني خلينا نقول يعني حتى كان انا بحب افسر الحته دي بشكل مبسط جدا ليه بنقول دايما ان ما ينفعش المساواه في الحته دي ما ينفعش ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هقول لك على حاجه بسيطه جدا، فاكره زمان كان هنا في مصر كان في البغاء مسموح بيه. وفي اوروبا في البغاء ده مسموح بيه. ده تفسير فضيله الشيخ رحمه الله عليه الشعراوي. فكان لما يجوا يعملوا اسمها اختبارات طبيه عشان يطمنوا على الحاله الصحيه بتاعت البنت، مش ده كان بيتم بشكل دوري؟ فاجي اقول لا، طب ليه ما بيعملش الكلام ده مع كل الستات؟ الستات المتجوزين ما بنعملش الكلام ده ليه؟ عشان ما فيش تعدد ما ينفعش المراه خلقت ان تكون لرجل واحد تمام ودي الشريعه الالهيه بس, بس بس المراه برضو فما ينفعش ممكن ان هي كمان يكون حظها يقع في زوج مهمل ليها عاطفيا وما يديهاش اهتمام صدقيني وهي رباني وهي برضو يحصل لها يجي لها اهتمام من والموضوع بس يقف عند كده مفيش اكتر من لا كده ما لو عند كده يبقى ربنا ستر عشان كده بقول لك هم ايه الستات دي عندهم نعمه كويسه جدا ربنا بيحبهم قوي لان هم محصنهم الحته دي عشان كده بقول لك انا قلت ان المراه اقل ميلا للخيانه من الرجل خلقتها كده ربنا عمل فيها كده وانا ليا تفسير ليها نفسي يعني احنا بنتكلم على الجزء الدنيوي دلوقتي في تفسير نفسي على فكره ان الثلاث مكونات الرئيسيه بتاعه الانسان العاطفه والعقل والايه والشهوه والغريزه عند الراجل عنده كثير من العقل وقليل من العاطفه المراه عندها كثير من العاطفه وقليل من العقل وليس المحتوى العقلي انا بقول ايه اللجوء الى ايوه اللجوء الى العقل اقل من اللجوء للعاطفه طيب مين الحصن الحصين اللي بيهزم الشهوه والغريزه العقل العاطفه ايه ده العاطفه مش العقل المفروض العقل هو اللي يهزم الشهوه والغريزه بالعكس
اول ما بتيجي الشهوه والغريزه العقل بيموت والمنطق بيقع. احنا حتى بنقولها، احنا بنقول ايه؟ عندما يستثار الرجل تقف كل ايه؟ ادراكه، يقف كل ادراكه والمنطق والعقل والدين والحق يقف ويقع في الخطيئه. ربنا حمى المراه بايه؟ بالتكوين العاطفي ده اللي بيهزم الشهوه بمنتهى السهوله ومنتهى الايه؟ الاريحيه. فالراجل اللي عنده مكون الضعيف اللي هو العاطفي دوت هو اللي بيخليه دايما بنقول عليه عينه زايغه. لكن المراه بتلاقيها عامله ازاي؟ عندها حصن بيحصنها. عشان كده الراجل تلاقيه متعدد، عايز يتجوز اثنين وثلاثه واربعه ويجي يقول لك ليه؟ يقول لك تكوين، تكوين وكده. بس احنا كده بندي حصانه للرجل من الاول ان هو يقدر يقع في الغلط وسيتم مسامحته. انا عايز الستات تكلمني يا جماعه تقولي رايها في الموضوع احنا بنشرح. ده خلي بالك انا بشرح تفسير لكن مش تبرير. انا ما بديش مبرر لحد. لا ما هو احنا لو تعاملنا مع الرجل على انه عنده نقص في هذه الحته بالذات، اني حد اللي هي ان هو عقله بيحصل له شت داون لما يستثار، او ان هو تكوينه بيسمح له بان هو غصب عنه لا يبقى عنده شهوه. لا لا احنا ما بنبص لها من جانب تاني. احنا بنقول ان الرجل لما يفهم كده والمراه تفهم كده على الرجل يبقى محتاجه تغذي مشاعره. ما تشتغلش على عقله، ما تشتغلش على اساس ان هو من نفسه هيدرك ان ده غلط فمش هيعمله. لا طب ما احنا اولادنا الصغيرين ما هو عارف ان الحاجه دي غلط وبيعملها. هو ده مش بدايه؟ مش ده انذار؟ وهتلاقي ان الولد الطفل اللي هو الذكر غير الطفله الانثى. في الافعال وفي التجرؤ على الاشياء بيبقى عارف الخطر وعارف الغلط. الولد ليه اكتر من البنت. البنت تخاف. مش شايف حضرتك النهارده من واقع خبرتك في التعامل بقى والحالات اللي بتيجي لحضرتك، مش شايف حضرتك انه الستات حصل لها تغيير نوعي في طريقه تفكيرهم في التعامل مع الراجل؟ ده مش نوعي، ده ما هي هي فكره تانية اللي هي فكره اختلفوا الستات عن زمان طبعا جدا. بس الجلوباليزيشن بنسميها او التمدن الحديث او التحدث اللي حصل دوت والتطور الرهيب في وسائل التواصل مع الاخر، وبقت تحتك وبقت تشوف وبقت ترى امثله. فانا كنت النهارده حتى كان عندي بالصدفه في المركز يعني حالات كلها في السن اللي هو بتاع 36 سنه وبيكون مر تقريبا 10 سنين او اكثر على الجواز. على الزواج كلهم بيمروا بمنحنى خطير جدا اللي هو منحنى ايه؟ لو اتجوزت اللي هو الزميل اللي في نفس السن اللي هو عنده نفس المرحله العمريه بيحصل نوع من انواع الفتور من ناحيتها. وبتبدا تزهده او تبدا تحس انه نزل من نظرها. لانه بيتصرف بطفوليه، ما نضجش نضج كافي، ما زال بيجري ورا البلاي ستيشن والحاجات اللي هي بشايفاها انها شغل عيال صغيره. هي عايزه هي لو بتشتغل ولو هي ليها مكانه معينه فبتحتك بالمديرين الاكبر منها في السن فبتشوف الرجل اللي هو الرجل الوقور. الصوره عندها عن الرجل بتبقى مختلفه. فبتيجي تشوف انا جوزي مش زي ده ليه؟ فاقول لها لا ما هو معلش برضه انت كان دي مش غلطه دفعي ثمنها، بس هتدفعي ثمنها معاه. لانه كنتوا وانتوا في فتره الصبا فتره المراهقه والطفوله والشباب عجبتوا بعض وفوره الحب خدتوا بعض واحنا لا ما خدتش اكبر مني وخدت اللي في سنك. تمتعتي فتره بس ما انت ما بصيتيش قدام لان ثقافتك في مساله الجواز والمساله التكوينات النفسيه بتاعت الانسان والتطوير بتاعها بيحصل ازاي مع الوقت مش عندك. ما درسناش كلنا علم نفس ما نعرفش ده. وبالتالي لما ما ادركتيش ان لما تبقي انت في الثلاثينات وهو في الثلاثينات هتشوفيه اقل منك، هتشوفيه اصغر منك، هيحصل نضج فوري للست. فما تجيش دلوقتي وتلوميه تقولي اصل هو بيتصرف تصرفات طفوليه، هو بيتصرف تصرفات المرحله اللي هو فيها لايقه عليه. هو بيتصرف انت اللي نضجتي زياده عن اللزوم اكتر منه او اسرع منه او بدري عنه. فدي كانت حاجه مميزه جدا النهارده بالذات لان كانت اكتر من حاله في نفس اليوم ونفس الشكوى هي ان هو نتيجة بشوف كتير واسمع كتير وبشوف مسلسلات وبشوف دراما. طب ليه مش زي ده؟ طب ليه مش زي مديري في الشغل؟ طب ليه مش زي جوز صاحبتي اللي هي اللي هو اكبر منها ب10 سنين؟ طب ليه مش زي البطل في المسلسل الفلاني او في الفيلم الفلاني؟ انا منتظره تليفونات الستات عشان يردوا على الدكتور مدحت في هذه النقطه بالذات على فكره، ويسالوا برضو الدكتور مدحت عن مشاكلهم. وخليني تاني ارجع للسؤال برضو البديهي، كلنا بنخش في علاقات بتبوظ مننا، سواء بقى العلاقه من اولها مش متكافئه، سواء ان حد فينا عمل غلط، بس بنفضل متعلقين. بتفضل يعني حايمه حوالينا، يا اما بتاثر علينا بالسلب او بالايجاب في كل اختياراتنا القادمه. ازاي نتخلص
من نتيجة العلاقة دي. في مقولة تقول لك إن الرجل بيحتاج لامرأة أخرى عشان ينسى المرأة الأولى، والعكس صحيح، أن المرأة تحتاج رجل آخر جراوند جديد. أيوة، لا يفيد الحديد إلا الحديد. ده بيساعد جزء كبير جدا يعني حقيقي في هذه المقولة، لأن وجود طرف آخر بيبقى نوع من أنواع اللي هو بيديني المفقود من العلاقة. يعني أنا ما أجي أقول إيه، هو أنا بفتقد الشخص ولا بفتقد الحالة اللي كان مسببها لي الشخص؟ فعادة هو الحالة. الاحتواء. عشان كده دايما كنا بنقول إيه، البنت اللي متربية في بيت في حب وفي إحضان وفي دلع وفي طبطبة وفي اهتمام، عمرها ما هتلتفت لواحد بيحاول إيه يجذب انتباهها بكلمتين أو بالكلام معسول، لأنها شبعانة منه في بيت أبوها. فدايما بنقول كده الحصن الأساسي للبنت إن الأب في البيت يدلع ويهتم ويدي حب ويدي حنان، هيبقى صعب جدا 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 إن يستملها شخص من بره، إلا إذا كان فعلا بغرض الزواج وبغرض تكوين أسرة جديدة. فأنا النهارده لما أنا أجي أقول إن ده نوع من أنواع الاحتياج هو عطاء، اللي هو الحب والاهتواء وكذا وكذا، طب أنا كنت واخد إيه من الشخص ده اللي أنا فشلت تجربتي معاه؟ كان بيهتم بيا، كان بيديني كلام معسول، كنت بحس معاه بالأمان. لو جالي بديل يديني الثلاث حاجات دول وابتديت فعلا اتعلق بالثلاث حاجات دول، هبدا انسى بيه الشخص الاولاني. بس ده معناه ان اي حد ممكن يتبدل. طبعا. فعلا؟ طبعا. يعني فكره ان انت ليه ما بتبصيش الطلاق؟ بص احنا عندنا نسبه حالات طلاق كبيره جدا دلوقتي اليومين دول. طب هي الطلاق دي مش بتتجوز؟ انا بقول لحضرتك ليه؟ لان في ستات تقول لك انا لا يمكن احب حد تاني غير الشخص ده. ده هو ده الحب الحقيقي في حياتي. اديها 3 شهور بعد الطلاق. او بعد لا قدر الله اي حاجه، اي انفصال يعني. عادي الاحتياج هيبقى، بص النهارده هيبقى في احتياج ولا مش هيبقى في احتياج؟ هيبقى في احساس بالوحده ولا مفيش؟ هيبقى في تندر عن واشتياق للوقت اللي كنا بنقضي فيه، مش عارف بنروح فين وبنخرج فين وبنيجي منين. طب ما هو الكلام ده مش موجود دلوقتي، هعمل ايه؟ لازم حد يملى الفراغ. بس شكرا جزيلا. ده طبعا الانساني، هو ده حاجه مفيش حاجه غلط، عشان الناس بس بتتوهم، يفضل وتبكي وحرقه وكذا، وسرعان ما يعدي الوقت بس سنه سنتين. بس العلاقه اللي بتيجي عشان تملى الفراغ دي، هل بتبقى اساسها سليم؟ لازم يكون هنا بقى في حسن اختيار بقى، يعني يكون في تعلم من التجربه الاولى. هي دي بس النقطه الوحيده اللي بنحرض، يعني اللي بنطلبها. يعني خليك حريص او خليكي حريصه تأني، ادرسي الفتره اللي انت خرجتي منها دي. ما احنا بنعمل كورس اللي هو تأهيل ما بعد الطلاق، بنعمل كورس كده. هو المقصود بيه ان هي بتفهم اتطلقت ليه، بتعرف اخطائها، بتعرف هي رفضت فيه ايه، عشان ده يبقى عباره عن انذار او يعني زي ضوء اختار ازاي المره الجايه. ومن ضمن الكورس ازاي ابدا علاقه جديده. ايه الحاجات اللي اختارها على اساسها؟ ما هو لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فهي المفروض تكون اتعظت. في ناس عندها باترن يا دكتور مدحت ما بتغيروش. ناخد تليفون، اول تليفون معانا ونرجع لموضوع الباترن. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا امل. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا. انا بتابع حضرتك بقالي فتره طويله والله، ومعجبه براسيتك طبعا. يعني ربنا يعزك يا امل، ربنا يعزك. ازي في عندي مشكله بقالها حوالي 8 سنين. اتفضلي. ولا عارفه اخرج منها ولا عارفه اخد فيها حل. اتفضلي. حضرتك انا ارتبطت بشخص، هو حد كويس يعني، وعيلته كويسة وكل الكلام ده، بس للأسف يعني أنا أكبر مني وهو عايز. ليه للأسف يا أمل؟ ليه للأسف يا بابا؟ يعني هي صدفة الظروف اللي كنتي أكبر منه سنا يعني. طيب، شكلا وجسما وموضوعا هو أكبر، حتى يمكن ساعات بفتكر إن هو في العقل كمان هو أكبر، يعني في العقل. خطينا خطوة إيجابية وقابل أهلي وكده. كنت عايشة عند مرات عمي وكده، فقابلها واتكلم معاها، فشكرت فيه وقالت إن هو كويس، وكلمت مامتي وقالت إن هو كويس. بس كل ما أجي أخطو الخطوة بقى الأساسية اللي هي أهلي، فيبقى خايف، لأن أنا في المستوى العائلي المادي أعلى، لكن في المستوى الاجتماعي إحنا متقاربين يعني. هو معاه ماجستير وانا معايا دبلومات برضو ماجستير وكده، وبشتغل وهو بيشتغل. بس والدته لما عرفت الموضوع كلمتني شخصيا، تمام، وقالت لي ان مش هينفع الارتباط وكده، وهو هيتجوز حد من قرايبه. ف
فطبعا هو ما خد موقف، خدنا موقف في الموضوع ده وسيبنا بعض. اتخطبت انا مرتين وما كان ما قدرتش اكمل صراحه، يعني دايما كان بيحصل في مقارنات. تمام، في الخطوبه الثانيه بتاعتي، وكان خطوباتي على فكره حضرتك ناس اعلى منه وارقى جدا في المستوى، يعني ضباط صحفيين كده يعني. حضرتك مش عارفه، انا حاولت اتعايش على قد ما قدرت، مفيش طبعا. انا بتقدم لي عشان كتير جدا لغايه ما بدا السن فعلا يسرقني، بس عشان خاطر انا شايفه نفسي على قدر من الجمال وصغيره في اخواتي وكده ومتدلعه شويه، وده اللي انا بقوله يعني بينه وبين نفسي وبقوله للناس. لكن انا من جوايا انا مش، انا عايزه انساه، عايزه اسيبه، مش قادره. تمام يا امل، وجهه القصه كلها وضحت كده. هنرد عليها حالا دلوقتي، دكتور مدحت هيرد عليكي. ناخد بس هبه الاول. الو الو، مساء الخير يا هبه. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. في الحقيقه انا مستمتعه جدا بالحوار بتاعك، وسبحان الله انا فاتحه التلفزيون بالصدفه الحوار شدني. طب تمام، حوار راقي وعاقل، وبنات كتير وبيوت كتير محتاجه تسمعه. انا عايزه ابدا كلامي بس يعني ان قول النبي بسيط كده، ولا تنسى الفضل بينكم. هي دي المشكله الاساسيه بحس في بيوت اصحابي وبيوت كل اللي حواليا. انا متزوجه وبس، يعني لا تنسى الفضل بينكم، هي دي النقطه الاساسيه بحس بينهم. دايما بين الزوج والزوجه صراع، مين فينا اللي يمشي كلمته او مين فينا اللي يسيطر اكتر، مع ان الدنيا مش مستاهله. نعم. فدي نقطه. تاني حاجة، أنا بحس إن الحقيقة الستات فعلا كلمة الراجل طفل دي مش عيب، يعني مش عيب عليه ولا عيب عليها. يعني إيه المشكلة إن إحنا نراعي بعض في أوقات التفاهة؟ يعني مش عيب، حاجة لا تضرها ولا حاجة لا تعيبه. وأكيد هي برضه بيجي لها لحظات تفاهة وتصغير مخ، فمش في الراجل بس أو الست بس. تمام، أوكي، ميرسي جدا يا هبة على تليفونك، ألف شكر ليكي. نرجع لحضرتك. كنت عايز اسال هبه، اقول لها ولا تنسوا الفضل بينكم، بتطبقيه ولا لا كل مره؟ هي قاعده، اصل احنا بشر. طب هو في حد فينا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. حد ينكر عظمته؟ لا. طب ليه ما بنعبدوش طول الوقت؟ ما بنديلوش حقه طول الوقت؟ ليه ساعات بننسى؟ ما هي طبعا البشر. فانت النهارده بتبقي فعلا حريصه انك انت تتفضلي وتبادري بالكرم، تبادري بالمسامحه، تبادري بالكلمه الحلوه. وبعدين بعد شويه ايه انا زهقت بقى، هو انا كل شويه انا اللي هبدا اصالح وانا اللي هدلع؟ ما هو كمان يكبر بقى شويه وياخد باله وياخد مسؤولياته. فاهم قصدي ازاي؟ فاللي انا عايز اقول عليه، القول سهل ولكن الفعل دايما صعب. عشان كده بنقول ان يا جماعه ان العلاقات الانسانيه هذه علوم تدرس. احنا لا درسناها لا في ثانوي ولا في جامعه ولا درسناها في اي حاجه، لا اب ولا ام قعدوا معانا وفهمونا يعني ايه زواج ويعني ايه ارتباط ويعني ايه اخر في حياتي. فلازم اتوقع يحصل دروبات ويحصل مشاكل، ده مش غلط. لكن الغلط ان انا افضل جاهل وافضل قاعد ساكت وغاض الطرف، ان انا اروح اتعلم، اروح اعرف احل ازاي. ما انا النهارده المشكله الازليه، اي زوجين بيسمعوني لو عندهم شك في اللي انا بقوله، حد يقول لي يكلم معانا ويقول لنا مين الفعل ومين ردة الفعل. كل واحد شايف نفسه ردة فعل. المقولة الدائمة المشهورة في كل بيت، أنا ما عملتش حاجة، أنت اللي عملتي وده كانت ردة فعل مني. أنا لما ضربتك أنا ما ضربتكيش، أنت لما هزقتيني واستفزتيني. كل واحد شايف من وجهة نظره ده رد فعل، ده رد فعل. فإحنا بنقول رفقا ببعض، أنت النهاردة لو أنا بديت، مين اللي يبدأ الأول؟ هقول لك يا ستي، اللي عنده طولة بال، اللي عنده عمار مع ربنا وعايز يعملها لوجه الله. بس لازم يكون هناك مبتدي، لان لو كل واحد، طب ولو اللي قصادي ما استجبش يبقى الحل ايه؟ بصي تعالي لو انا كل يوم كده بقول لك يا حنان هانم انا هعدي عليكي في البيت اجيبك بعربيتي عشان توفري عربيتك عشان انت تعبانه من المواصلات وبتاع. تمام، كتر خيرك يا دكتور، والله ميرسي جدا. جيت تاني يوم عملت نفس الحكايه، ثالث يوم عملت نفس الحكايه، ولقيتك منفضه ولا بتقولي لي اجيب لك معايا نسكافيه وانا جايه، ولا اجيب لك ساندوتش معايا. يعني ايه لازم يكون في يعني ايه عارفه حته تقدير يعني. فانا النهارده هتيجي انت من نفسك، لو انا بسالك انت، لا والله لازم اخد بالي بقى، انا راجل كل يوم بيجي يوصلني وبنزين على حسابه وبيقدرش ياخد مني تمن البنزين وبتاع، يبقى لازم انا ايه
اجيب معايا كوبايه نسكافيه وانا جايه، صح ولا لا؟ جايبه فطار مثلا وعامله فطار، بتفضل يا دكتور انا جايبه لك فطار معايا. هنا اسمه ايه؟ رد جميل، يعني يعني هات وخد. دايما تقدمه، قدموا لانفسكم ديت. الرسول عليه الصلاه والسلام قالها ونحس عليها السيدات والرجال. ليه؟ مش الرجال بس على فكره، التقدمه هنا ان انا اذا فعلت الخير فيكي لابد ان يرد لي بخير. هي قاعده كده عامه يا دكتور. بس على ارض الواقع مش ده اللي بيحصل عاده في في الزواج يعني اللي بيحصل ان دايما بيبقى في طرف طول الوقت بياخد 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 بياخد، وكل ما تسيب له حته على الارض بيعتبرها حق مكتسب ليه وبياخدها، وما بي ما بي لا بقى بيقدم لنفسه ولا ولا اي حاجه، ولا حتى بيعمل اي شيء في المقابل. ولو رجعت انت طلبت ولا قلت هيقول لك ما انت طول عمرك بتعمل، انت طول عمرك بتعملي ايه اللي جد ايه اللي اتغير. صح، هنا لازم نفرق. كلامك صح 100% على فكره، وبقابله كل يوم عندي في المركز، لكن كلامي ما يتعارضش معاه. انا كلامي اللي هو القاعده النفسيه المظبوطه مظبوط، بس امتى بقى؟ لما يكونوا الاثنين فاهمين. انا اوصل ازاي بقى للي قصادي انه يتصرف كده؟ لا، لازم اخبره، لازم يكون هناك دايما زي ما بيقولوا ايه فريم يور ورك، يعني حط شغلك في برواز عشان يتشاف. لكن في واحده بتبقى داخله في الجوازه وهي عندها طاقه وعندها قدره على انها تروح تودي الولاد وان هي تولد لوحدها حتى لو هو مسافر، خليك يا حبيبي في شغلك انت، وان هي مش عارف عنده ميتنج مفاجئ طب مش جدع شايله المسؤوليه بس ما بتقولش ان انا عطائي هنا مشروط لمده محدده. فالراجل يفهم ازاي بيستعبط على نفسه يعني، فيعتقد ان ده عطاء ايه؟ غير مشروط مستمر. يعني حضرتك ضد مقوله ان الاهتمام لا يطلب؟ لازم بقى الطارة. لازم يطلب؟ لازم بقى الطارة. ذكاء، ده اسمه ذكاء اجتماعي، وهناك ذكاء عاطفي. ما غرقش اللي قدامي واجي اقول له هو ما بيسالش عليا ليه؟ ما اتعود خلاص ان انا اللي بسال وانا اللي بعمل وانا اللي ببادر وانا اللي بعتذر وانا اللي بقول. لازم يكون في ذكاء هنا. ولازم مره اعمل يعني، انا مره يعني من ضمن الحاجات اللي انا قلتها في احد البرامج، قلت ان ساعات واحد بيثير مشكله، ده نوع من انواع الحب، عشان اعرف اهتمام اللي قدامي بيا ازاي. هو ما عنديش مشكله في الموضوع ده بس انا عايز اعرف رد فعله ايه. ده نوع من انواع المناوشه يعني، نوع من انواع الذكاء العاطفي زي ما بقول لحضرتك يعني. دايما بنقول، مش احنا بنقول دايما ايه سبايس اب يور لايف او يور سيكشوال لايف او يور مارج؟ ازاي بنعمل سبايس اب؟ سبايس يعني توابل. اتبل ده ازاي؟ لازم اجدد، لازم اغير، لازم اعمل نوع من انواع الابتكار. ما اخدش اللي قدامي فور جرانتد في كل حاجه. احنا عندنا رتابه وعندنا ملل وعندنا روتين في كل حاجه للاسف الشديد. فاعز حاجه بتحصل بين الزوجين في العلاقه الحميمه في رتابه وفي روتين غريب جدا بتسمعيه وبتعرفيه، كلنا متعودين عليه. لازم العلاقه تتم في نهايه الاسبوع، لازم العلاقه تتم بعد ما يقعدوا يناموا، لازم العلاقه تتم بس في اوضه النوم، لازم العلاقه تتم مش عارف ما يكونش عندي تاني يوم شغل عشان ما اضطرش اخش ابل شعري عشان مش كلام فاضي، كلام غريب جدا. يبقى احنا بقينا روبوتات، بقينا عاملين زي الالات يعني، في حين ان دي اسمى علاقه في الوجود. والعلاقه الحميمه دي هي التي ذكرت في حديث الامام غزالي عندما ذكر الموده والرحمه والسكينه. قعدنا ندور على السكينه، ايه هي السكينه؟ لانها هي الاحساس الجميل الذي ياتي بعد العلاقه الحميميه الناجحه. هذا الاحساس الجميل الرائع الذي يؤهل المرء، بيعمل ايه؟ بينظم ضربات القلب وبينظم ضغط الدم وبيخلي وبيركز العضلات. بنحرم نفسنا منه ليه؟ عشان احنا مش فاهمين. فبالتالي لو انا النهارده مش فاهمه او مش فاهم ان انا لما بتعايش مع زوج ده بارادتي وكامل ارادتي، مش غصب عني، ما حدش ضربني على ايدي ان انا اعمل كده. ومفروض ان انا يبقى معايا شريك اعمل فيه ايه؟ اخد احسن ما فيه واديله احسن ما عندي، ونجيب احسن ما فينا احنا الاثنين اللي هم الاولاد ونربيهم احسن تربيه ونسعد ببعض. ليه ما بنعملش كده؟ ايه الصعوبه في كده؟ لا، الصعوبة ساعات بتيجي من ان ممكن جدا الاثنين يطلعوا اوحش من اساليهم سؤال واحد، ليه؟ عليك بايه؟ مش عاجبك ما تمشي، مش عاجبك ما تمشي. احنا جايين عشان نطلع في عين بعض ونعكنن على بعض تحت بند ان هو ما ينفعش، ربنا حل الطلاق. لا، تحت بند ان هي العلاقة الزوجية لازم تبقى كده. مين قال؟ واحنا بنستسهل. مين قال؟ المودة والرحمة والسكينة. طب احنا عايزين نرد على هبه عشان ما ردناش على امل. امل اولا يعني انا بقول لها كنت عايز اعرف برضه سنها كام. هي فكره التكافؤ. انت بتقولي السن جري بيكي ونسيتي نفسك. لا، ما تنسيش نفسك،
انت زي ما بتقولي على قدر من الجمال ومتعلمه وعندك كمان بوست جراديويت او دراسات عليا، والعيله بتقولي عيله طيبه وعيله جيده. انت النهارده لما تقدم لك خطبتين قارنتي دايما مع الاولاني اللي انت بتقولي حبيتيه. طب ما المقارنه ديت مش صح. ليه؟ لانك زي ما انت قلت انت شفتي عطاء من ده لسه ما شفتهوش من دول. هل يا ترى اللي جاي دوت من النوع اللي هو اللي عنده مكاشفه بيعرف يقول ويشارك اللي جواه، ولا زي معظم ولادنا بقوا رجاله في بداياتهم بيبقى كتوم؟ واحنا بنربي ولادنا على كده. تلاقي الابهات من دول ما حدش بيعرف يطبطب على عيالهم هم نايمين، يستنى لما يناموا يروح يغطيهم ويطبطب عليهم ويبوسهم، كانه عيب انه يظهر مشاعره. فاولادنا الولاد كمان بيطلعوا كده لان ده النموذج اللي شافه. يعني حضرتك تنصحها ان هي تخوض التجربه، تفتح قلبها شويه. اللي انا بنصحها بيه تفتح قلبها للي هيجي الثالث اللي هيجي ده، تفتح قلبها. ما هو اتنين خلاص طفشتهم اللي هم الاثنين خطبوا قدموا لها دول، بتقول انا فشكلت الخطبه. هيجي الثالث بقى، فالثالث ده تفتح له شويه، تفتح الباب وتصبر عليه وتتفرج وتدي له الامان، بلاش تبقى متربصه ومتحفزه ليه. وبعدين هي لازم تفهم ان التعريف للجواز، الجواز ليس وسامه رجل ولا 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 جمال امراه. لازم تكافؤ. هي نفسها اتكلمت تكافؤ كمان، يعني ده نقطه مهمه ممكن قوي. ممكن يكون هي باحثه عن حنيه، يعني واحده عندها فلوس وعندها عيله وعندها مركز اجتماعي، يبقى اللي بتدور عليه ايه؟ احساس بالامان وحد يطبطب عليها ويحسسها بقيمتها، صح ولا لا؟ صح. طيب يبقى اذا النهارده لو جالك واحد اقل منك في المستوى الاجتماعي شويه، في المستوى المادي شويه، مش مشكله. دوري على اهم احتياجاتك. هل ممكن علاقات من النوع ده تنجح؟ طبعا. ما الجواز ليست علاقه توافق، يعني علاقه فيها توافق يعني متوافقين مع بعض، هي علاقه تكامليه. يعني اللي ناقصني الاقيه عندك واللي ناقصك تلاقيه عندي. هو ده اساس النجاح. مش اسمها شركه؟ مظبوط. لو اتنين محاسبين عملوا شركه ممكن يتقشوا مع بعض بافكار مختلفه متضاده مع بعض. لكن لو واحد محاسب واحد تاني بتاع بيزنس ينجح، واحد بتاع بيزنس واحد بتاع شؤون قانونيه ينجح، بيكملوا بعض. طب احنا معانا سميحه. الو الو الو. ايوه يا سميحه. الو. يا حبيبتي انا معاك. سميحه ممكن تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون خالص؟ موطيه التلفزيون خالص. طيب اتفضلي يا فندم. بس انا عاجبني قوي كلام الدكتور، وعايزه اقول خبرتي يعني، وادي حق لجوزي ان انا فعلا قبل واحنا مخطوبين انا ما كنتش ابدا يعني مياله ليه قوي او بحبه قوي حاجه، بس بعد ما اتجوزنا هو عارف ازاي يخليني احبه من معاملته الجميله وخوفه عليا، وما يخلينيش اروح اي مشوار لازم يوصلني بالعربيه ويوديني ويجيبني، ولو رايحه مشوار عزل واحده صديقه يستناني تحت بالعربيه لغايه ما اطلع اعمل الواجب وانزل الاقيه مستنيني بالعربيه اروح، وبعدين يقول لي طب هنروح ليه؟ ما تيجي نفسح، ما تيجي نشرب حاجه بره. يعني من اسلوبه وطريقته الراقيه الجميله قدر يخليني احبه جدا جدا، وابقى خايفه عليه جدا جدا، واولادي يعني بيحبوه جدا. ده الاحتواء الراجل، يعني عايزه اقول لحضرتك الاساس الراجل فعلا هو عليه عماده البيت. وبعدين الست برضه عليها دور كبير، يعني انا برضه رديت او قدرت التقدير ده وقدرت الحب ده، وعشنا في حب وسلام طول حياتنا ولينا دلوقتي 40 سنه. بسم الله ما شاء الله. خساره يا سميحه. هي اوجزت مكالمه كانت بس رجاله زمان دول ما بقاش في منهم خالص. لا يا دكتور عشان خاطري ما نضيعش المعنى ده. رجاله زمان فين؟ شاوردي حضرتك دلوقتي على الرجاله اللي من النوع ده موجودين بيعملوا كده؟ ما هو ما هي بقى استني بقى، ده هي ادت له فرصه انها تتجوزه وفتحت له. لسه الكلام اللي كنت بقوله لامل دلوقتي، افتحي له شويه واتفرجي شوفي جايز يكون عنده حاجه حلوه تحبيها. لو هي قفلت الباب بقى زي البنات بتوع اليومين دول ما بيعملوا من اولها، لا مفيش كيمياء، لا ما شكله مش عاجبني، لا مش عارف ايه، وراحت قافله الباب، حرمت نفسها منه ولا ما حرمتش نفسها منه؟ هو احنا اللي بنبوظ الرجاله. هو ده ايه؟ احنا اللي بنبوظ الرجاله. انا؟ ستات يعني. الستات؟ الستات بيبوظوا الرجاله ليه؟ والله يبوظوهم. هو طب استني اقول لك حاجه، هو الراجل إيه؟ لو جينا قلنا اي ست بتتفرج علينا النهارده وانت بتمثليهم، ايه اهم مطلب عند الست؟ مش الاحساس بالامان والاحتواء؟ الامان والاحتواء طبعا. يا اي راجل بيسمعنا، طبطب على مراتك يا سيدي مش تخسر حاجه، واديها نص ساعه في اليوم اسمعها. طبطب عليها
وانت خارج طبطب عليها اخر حد، وانت داخل دور عليها اول حد، واديها نص ساعه وانت بتغير هدومك تحكي لك كل ما عندها في اليوم ملخص كده. هتخسر حاجه؟ بنص ساعه هتشتري راحتك وهتشتري هدوء بالك وهتشتري حبها ليك، نص ساعه بس. رجالتنا للاسف فاهم ان هي لما يقعد هتدوش بكلمتين او تقعد تتكلم معاه يمسك الجورنال يفتحها. لا ما هو برضه الستات فعلا ممكن يقعدوا يبتدوا شكوى على طول، ما دي برضه حاجه. ما هي النهارده لما انا اجي اقول واحده قاعده طول النهار في البيت بتغني مع نفسها، قاعده بتتكلم الحيطان، الولاد في مدارس وهو في الشغل وهي قاعده بتطبخ، لو تخيلتيها مامتك احساسك عامل ازاي؟ مش تعبان عليكي؟ مش متضايق عشانها؟ فمستكتره عليها نص ساعه لما يجي يفضي دماغه. طب ما هو بيقعد يسمع بالساعات، بيقعد يتكلم في التليفون بالساعات، ما بيقعد يسمع مديره بالساعات، يتكلم مع زميله في المكتب اللي قدامه بالساعات. يعني انا قصدي اقول ان احنا محتاجين شويه ثقافه زوجيه. يعني يا اخوانا نص ساعه مش هتخسرك حاجه، والله ما هتخسرك حاجه، وبالعكس هتشتري بقى راحتك وهتاكل احسن اكل، والاكل يطلع طعم من ايديها عشان بتعمله بنفس، وهتبقى حياتك كده فيها بهجه وفيها راح. عايز تخرج مع اصحابك تقول لك ماشي، عايز تنام بدري تقول لك ماشي. شفت ازاي يا خليك دكتور؟ يعني ما في هدف. شفت ازاي بيطبطب عليها عشان هدف بقى، عشان يعرف يخرج ويسيبها. طب ما هي كمان عشان تعمل اللي هي عايزاه وتخرج مع صاحبتها زي ما قالت كده الحاجه في الاخر لما اتصلت بينا، ربنا يديكي طول العمر انت وهو. حاجه مفرحه يعني. فبالتالي بقول ايه، هي استمرت ازاي ده لما بيوصلها ويستناها؟ هل فكره كان في مثلا زمان يقول لك اللي يقول لمراته يا هانم الناس تقابلها على السلام. ايوه صح، اللي يقول لمراته يا هانم الناس تقابلها على السلام. ها الموضوع ده بطلنا خلاص، الرجاله ما بقتش فيه عندها هذا الذكاء الاجتماعي. ده احنا اساسنا في الكلمه الحلوه كان زمان بتضرب بالراجل المصري المثل في البلدان العربيه كلها ان لسانه حلو. ما انا بقول لحضرتك رجاله زمان دول ما بقوش موجودين. يعني كانوا دايما كده الاردنيات يقولوا رجالتنا دفشه، رجالتكم انتوا مع ايه كانوا مع معسلين ولا مش عارف عسليه حاجه كده، اللي هم كلامهم عسول، في يعني عسوله، في كلام لطيف في كده. للاسف الشديد ما تعرفيش حصل ايه للرجال المصري، ما تعرفيش بقى في. طب ما نعلمهم يا دكتور تاني، ايه راي حضرتك؟ يلا ايدي على كتفك. ايه راي حضرتك تكون موجود معايا الحد اللي جاي تاني؟ ايه راي حضرتك؟ الاول ناس كتير جدا هي على التليفون، انا بعتذر لهم الحقيقه، بس يعني مش عايزه اقطع كتير الكلام بيني وبين الدكتور مدحت، فمعلش سامحوني، بس حضرتك تكون موجود معايا مره تانية نستقبل تليفونات، ومره تانية ندي نصايح للرجاله بقى مش للستات، على على على, على خلاف يعني ما متوقع دايما ندي نصايح للستات. حاضر. ندرب الرجاله. حاضر، انا ايه الاثنين. حاضر خلاص، انا في خدمتكم. حاضر، اوعد الناس على الهوا. خلاص حاضر. خلاص حاضر. اوكي، يبقى الحد الجاي الدكتور مدحت هيكون موجود معانا، بس انا عايز الاول اخد من حضرتك كلمه اخيره سريعه جدا. هل فكره السترونج اندبندنت وومن بوظت العلاقات عند الرجاله الضعيفه؟ عند الرجاله الضعيفه لان انا المفروض افتخر بست سترونج وست عندها كارير وارفعها. وارفعها من تواضع لله رفع. فانت لما بتسجد لربنا كتير بيحصل ايه؟ مقامك بيعلى. لما بتاخد للمراه وتنحني قدام قدراتها، ما بتخشش في عند ونديه، بترفع قدرك عندها، تتباهى بيك امام الرجال الاخرين في مجال عملها قدام اهلها. تمام، ميرسي جدا لوجود حضرتك النهارده معانا، وعلى وعد باللقاء ان شاء الله يوم الاحد الجاي بمشيئه الرحمن. انا شرفت ليكي جدا وسعيد جدا بالساده المشاهدين على قدري. ميرسي جدا يا فندم. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم.